اليوم كنت حاضرا في مؤتمر بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات العراقية، ما أبرز ما أكدت عليه البعثة بخصوص الانتخابات؟ هل من تفاصيل أخرى تذكر؟ نعم قصي، بالفعل اليوم كان المؤتمر الأول لبعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات، وكان المؤتمر قامت بإدارته رئيسة البعثة النائبة الألمانية في الاتحاد الأوروبي فيولا فون كرامون بمؤتمر موسع، هو الأول قبيل الانتخابات. تحدثت فيه عن طبيعة عمل البعثة وما ستقوم به منذ وصول المستشارين في نهاية الشهر الماضي، 12 مستشار وصل العراق في نهاية الشهر الماضي، وسيصل العدد إلى 80 مستشار ومراقب في الانتخابات المقبلة. هذه هي المرة الأولى التي يراقب بها الاتحاد الأوروبي الانتخابات في العراق، وسيقوم بمراقبة مراكز الاقتراع. أكدت رئيسة البعثة على الانتشار الذي سيقوم به بعثة الاتحاد الأوروبي من خلال المراقبين في المراكز والمحطات التي يتم تحديدها من قبل بعثة الاتحاد وليس من طرف الحكومة أو من طرف مفوضية الانتخابات. سيقومون بالانتشار بمراكز معينة، يقومون بمراقبة وتقييم عمل تلك المراكز الانتخابية في يوم الانتخابات. سيكون هنالك مراقبة مباشرة من الاتحاد الأوروبي عبر هؤلاء الأشخاص. بالطبع عملية تغطية كل المراكز الانتخابية هي يعني لا تستطيع بعثة الاتحاد تغطية كل المراكز، باعتبار أن العراق فيه أكثر من 55 ألف محطة انتخابية، وبالتالي العدد لا يكفي حتى مع وجود المراقبين الدوليين من الأمم المتحدة والهيئات الدبلوماسية. لذلك ستعتمد البعثة، وعلى لسان رئيسة البعثة، تعتمد على مجسات خاصة وتعتمد على الخبرة التي يمتلكها كما أكدت الخبراء المتواجدون في العراق الذين قاموا ببعض الأنشطة وبعض يعني التواصل مع منظمات مجتمع مدني، مع ناشطين. سيركزون أيضا على موضوع مشاركة المرأة ودعم المرأة وأيضا إجراء انتخابات نزيهة. طبعا قصي، تم التأكيد من قبل البعثة على أن عملها لا يتعدى موضوعة المراقبة وموضوع تقييم الانتخابات بعد انتهائها عبر التقارير التي ستكتب، ولا تصل إلى مرحلة الإشراف وعدم التدخل في إجراء الانتخابات والتأثير على إجراء الانتخابات. هي فقط تراقب وتقيم وتقوم بعمل تقرير وليس توصيات كما فسر البعض لعمل البعثة. وحتى الأمم المتحدة فقط تقوم بكتابة تقرير تصف به جو الانتخابات، الخروقات التي إن تحصل في يوم الانتخابات، تقوم برصد الانتهاكات، عمليات التلاعب، باعتبار أن البعثة ستقوم بمراقبة يعني مرحلة التصويت ومرحلة العد والفرز ومرحلة إعلان النتائج. وبذلك سيكون عمل بعثة الاتحاد الأوروبي لرصد الانتخابات فقط للمراقبة وتقييم الأداء دون الإشراف ودون التدخل. نعم جابر. وبالتالي تصل أيضا مرحلة نعم جابر. المواطن يسأل ماذا بشأن المناطق النائية والأطراف التي قد يصعب على البعثات الدولية دخولها، خصوصا مع وجود السلاح المنفلت؟ وأنت ذكرت قبل قليل عن كيف ستكون عملية عمل البعثة يوم الاقتراع. سأعيد عليك السؤال مرة أخرى. المواطن يعني يسأل هل في الانتخابات القادمة ماذا بشأن المناطق النائية والأطراف التي قد يصعب على البعثات الدولية دخولها، خصوصا مع وجود السلاح المنفلت؟ عفوا قصي، إعادة السؤال. جابر، جابر هل تسمعني؟ نعم نعم تفضل. نعم، الآن المواطن يسأل ماذا بشأن المناطق النائية والأطراف التي قد يصعب على البعثات والمراقبين الدوليين دخولها، خصوصا مع وجود سلاح منفلت؟ من سيؤمن هذه المناطق؟ بالفعل هذا التخوف الذي يراود المواطنين في بغداد وحتى المحافظات بوجود مناطق نائية ربما لن تصل إليها بعثة الاتحاد الأوروبي أو المراقبين الدوليين، ربما ستقتصر فقط على المراقبين المحليين للكيانات أو المراقبين الذين ستقوم بتخصيصهم مفوضية الانتخابات. بالطبع هذا السؤال أيضا تم توجيهه إلى رئيسة البعثة
وتحدثت عن عدم مقدرة بعثة الاتحاد الأوروبي لتغطية كل مناطق العراق، ستعتمد على الشكاوى التي تصل، وربما تعتمد على المجسات التي ستتعامل معها من خلال المنظمات مراقبة الانتخابات، أو ربما من خلال الناشطين، أو من خلال الشكاوى المباشرة. بالضبط قصي، هذا هو أبرز مخاوف المواطنين في مناطق أطراف بغداد، في حتى المحافظات المناطق النائية. ربما سيعتمدون فقط على موضوعة الناشطين أو موضوعة الخبرة، تحدثوا عن خبرة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي وللخبراء. استشهدت رئيسة البعثة بخبرة تصل إلى تغطية 80 انتخابات في دول العالم، وتقول أنها ستقوم برصد الانتهاكات حتى في المراكز البعيدة من خلال الخبرة ومن خلال هذه المجسات التي ربما ستتواصل معها من أجل إيصال الشكاوى، إيصال يعني شكاوى وجود عمليات تزوير أو تلاعب أو ضغط على الناخبين أو تهديد الناخبين. كل هذا تقول مفوض يعني بعثة الاتحاد الأوروبي إنها وضعت هذه المواضيع في عين الاعتبار، باعتبار أن الدور الرئيسي لها هي مراقبة الانتخابات بعد ورود شكاوى كثيرة ومناشدات من قبل المواطنين ومنظمات المجتمع المدني بضرورة توفير مراقبة للانتخابات، كون الانتخابات الماضية شهدت تزوير باعتراف حتى مسؤولين حكوميين، وجميع الانتخابات شابها التزوير والتلاعب. وأيضا هذا ما تركز عليه الحكومة العراقية بعدما غيرت من خططها أو من خططها الأمنية بنشر قيادة العمليات المشتركة، بنشر قوات ستقوم بتأمين مراكز الاقتراع. نعم قصي. نعم، حدثنا من بغداد زميل جابر جمال، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حصاد هذه الليلة عبر الرشيد، شكرا جزيلا لك.